المشكل اللي عندنا حنا هو باللي جينا حنا الغرفه سلماتنا وعلى راسهم المدير ديال الغرفه هنا جاوا باش يسلمونا المحلات، فاذا بنا كنتفاجئوا ان واحد مقتحم المحل. ما هضرنا معاه ما والو، باللي جينا يعني حتى ان المدير ديال القريه هنا هو تعرض لواحد الاهانه اثناء العمل ديالو. صافي خدينا حنا ذوك الوريقات ديالنا مشينا عند السلطات المعنيه. فاذا باللي دينا الوريقات ديالنا عند السلطات المعنيه يعني شي عرفوا ان ما هو الشيء اللي عندنا حنا راه يعني مضبوط. جاو حلوا لينا المحلات ديالنا، الحال حنا دابا عاد اصبحنا من الناس اللي استافدوا. واش من تحلوا المحلات ما جاش شي واحد اللي حد الان انا ما جا عندي حتى شي واحد من هذوك الناس اللي كانوا مقتحمين، ما جاش عندي شي واحد اللي عاود قال لي لا رانا باغي ندخل او كذا. حتى شي واحد من ديك الساعات فاش جيت المحل ولقيتو عامر بالسلعه ديال السيد اللي كان داخل ليه، جي جاو معنا السلطات خرجنا السلعه ديالو دخلت المحل. الان انا في المحل ديالي. الان انا كنزاول دابا انا ندخل المودو ديالي، يعني الشيء اللي كيثبت انه هو محالي شرعيا. بيرسو ميلود بن ابراهيم صانع تقليدي منذ 1975. عندي واحد المحل في هضبه الشعبه، كان عندي نزاع ما هذوك اللي كيدعيو بان عطاو اللجنه اللي عطات الشهيد عبد الحق في 2004 دعاتني الام ديالو بان تراميت ليها على واحد المحل في 2004 على الحكم ما عندهمش الصفه في هضبه الشعبه. هاد الجمعيه اللي بغات تعطيه هذه شهاده، انا كندير معك بوثائق السيد الاسيد، هذه شهاده الملكيه بان هذيك الارض ديال الاراضي المسترجعه، هذا هذا التنفيذ ماش ما نطولش عليك، هذا التنفيذ ديال الحكم بناء على رئيس المحكمه وعلى محضرمتين وعلى قرار ديال السيد قاضي التنفيذ بالمحكمه نفذوا لي على المحل. انا من الناس اللي عندهم محل في هضبه الشعبه بناء هذا التنفيذ في 2010، وتنفيذ اخر ها هو محضر تنفيذي في 2017. هذاك الجمعيه اللي كتداعي بان عطاو عبد الحق شاهيل انا اللي في المحل، انا خرج معايا القايد جعيده والمخزن بناء على محضر امتناس عندي استافدت خصني استافد. اللجنه قساتني باش يقصوا باش يدخلوا صاحبهم. واحد النقطه اساسيه دابا هادو كيقولوا عطاو السيد المدير كيجي كيسلمك الساروت كيقول لك ها انت ها فرن غازي 30 صفائح، ها 120 سيبور، ها جوج طفايات، ها فيترينا، ها تصويره ديال جلاله الملك، ها هي فينا هي. لاباس سوارت كامل ديال 93 93 كامله سلمهم السيد المدير، السيد المدير فهمت، السيد المدير هو اللي كيسلمك السوارت. وهذوك اللي سولتيهم فرعوا المحلات، حنا ماهوميش نديروا فوضى. مني سلمنا المحلات مني جاو منعونا مشينا جنا عون قضائي تبع لك شي قانونيه ما يديرش فوضى، ومعنا خرجونا غدا غيخرجوا داك السيد الاخر من محل اخر فهمتي يا السيد. دابا واش عندهم السوارد ديال المحلات؟ ها هو تفاطنا، ها هو ها هو ها هو عنده حكم، ها هو اي جهه انا من هذا المنبر اي جهه عطات عبد الحق شاهيل ساتابعها قضائيا ونعطيك الدليل. البارح عاد درت تنازل القيد، درت التزام بان استافدت بالمشروعيه ديال بالتزام سنيت وعلمته في المقاطعة عيطوا ليا ودفعناه السيد العامل التزام بان استافد. انا لا سلت السيد القائد قلت لي هذا الحكم باسم جلالة الملك، قول لي ما ساوي والو ماشي اسم جلالة الملك كيتقوم الحكم. هذاك اي واحد كيتنازع الا كيلتجأ للقضاء، القضاء هو الفاصل ما بينه وبين الاخر. واش حنا وحنا في غابة؟ حنا في غابة الله ينصر سيدنا. وبهذا المنبر كنصور جلالة الملك اللي تبرع على هذا الصناع بالفرن واللي غيستافدوا منه مزيانين، ولكن هادو مولفين داكشي. هذا مرض سرطان كان في التعاونيه، كنطلب الصناعه يتشجعوا الى ما حاربوش. ونقطه اخرى كنطلب من السيد العامل ما تكون التسيير يكون الاداره، راكم ما كانش اداره غناكلوا بعضياتنا فهمتي، راه ما يمكن لينا نسيروا بعضياتنا. راه دابا هذيك الجمعيه فيها 13 واحد تقسمت على ثلاثه مقسم من هذا المنبر. انا ما كنعترف بك الجمعيه، لا قال الجمعيه ناس ما كيخافوش الله تعالى. نقول لك اللي كاين اسيدي ما كيخافوش الله تعالى، ولا كان شي حاجه كلامي فيه
لكن ملي فيه شي حاجه راه كاين القضاء يتابعوني عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، معك محمد بالسيم، انا مستفيد من قريه الخزافيين، انا والاخ ديالي احمد بالسيم. حنايا كنا استفدنا في قريه الخزافيين المحل ديالنا الرقم 97، استلمنا المحل من الاداره، عيطات لينا، جينا استلمنا، شدينا ورقه التسليم، جينا للحانوت عندنا، تفاجئنا ان الحانوت مستعمر. جينا تفاجئنا ان الحانوت مستعمر، قلنا لهم اودي كاينه كاينه، هما الوراق ديالنا اللي استفدنا بهم. قالوا لنا اودي راه ما كاين لا حانوت لا والو، الحانوت راه ديالنا، راه حنا اللي مستافدينه من طرف شي لجنه ولا شي جمعيه اللي ما عرفناهاش ديال شكون اللي مترأسها. هي جمعيه غير معترف بها. هي هذيك مشينا اتجهنا للقضاء، اتجهنا للقضاء، القضاء حكم لينا بالله راه المحل محالكم، جات القايده، جاوا مع قوات مساعده، جاوا خرجوهم. خرجوهم دابا راه جينا للمحل ديالنا الحمد لله، وهذا الشيء اللي كاين.